ألمانيا لما حبت تخرج من أزمة الحرب العالمية ظهرت المقولة بتاعت احفر حفرة واردمها، على اعتبار أن لازم الحكومة تبتدي تزيد من إنفاقها علشان تخرج الاقتصاد من حالة الركود، وده اللي الحكومة عملته في البداية فعلا، لكن التركيز كله منصب على قطاعات بعينها دون النظر إلى القطاع الصناعي والقطاع الزراعي. وإحنا هنا دايما بنقول ما بنقولش للحكومة أبدا أن أنت تعمل مصانع، الحكومة مش مطالبة أنها تعمل مصانع خالص إطلاقا، ولا الحكومة مطالبة أن هي تعمل يعني شغل قطاع عام أو ما إلى ذلك، لا، الحكومة مطالبة أن هي تعمل مناخ مناسب للمستثمر أنه يجي يدخل عندك في الوقت الحالي. عملت تعديل في القوانين لكن ما زالت هناك عقبات كتيرة جدا، وطبعا البيروقراطية على رأسها. يعني وقلنا برضو كلام ده كتير قبل كده ان الجهاز الاداري احتاج يعني اعادة هيكلة شاملة علشان خاطر البيروقراطية، المحليات، الاجهزة الرقابية وممارسة الاحتكار والكلام ده كله محتاج اعادة ضبط. والحملة اللي كنت حضرتك عاملها لسه من او يمكن ما زالت مستمرة، موضوع وفاتني ان انا يعني اهنئ حضرتك بالحمله، الحمله جميله الحقيقه. ربنا يخليك بجد والله، صحيح يعني احنا بدأناها يمكن من سنه انا فاكر والناس طبعا بدات من يناير ده بدات تصحى وتشوف فعلا فيه، بس الموضوع يعني خلال الفتره الاخيره زخم كبير، صح، خد زخم كبير قوي، الشعب بدا يصحى. انا مش مؤيد قوي يعني، بس ماشي. لا احنا بص، احنا بنؤيد الاقتصاد الحر وآليات الاقتصاد الحر لكن في النهايه لازم يكون في عقلانيه يعني شوي. ايوه طبعا يعني مسألة الاحتكار دي يعني مسألة دي هي وظيفة الدولة أساسا. يعني حتى احنا دايما بنقول ان الدولة في النظام الرأسمالي هي وظيفتها ان هي تراقب الأسواق وتنظم السوق وتضع التشريعات والقانون اللي يتيح المنافسة في سوق عادل او يخلق السوق الحر. بالضبط. لكن اللي بيحصل عملا ان لا زالت موجودة برضو الممارسات الاحتكارية، وما زالت موجودة في بعض القطاعات ممارسات احتكارية واضحة جدا، وتحتاج لي يعني إعادة ضبط وإعادة نظرة من قبل المسؤولين ومن قبل الدولة علشان المسألة بالفعل يعني في موضوع التوكيلات السيارات وما إلى ذلك المسألة يعني، والموضوع ده من زمان على زمان فكرة، بس هي الناس لسه واخدة بالها من دلوقتي من بعد موضوع الجمارك. بالزبط. لكن التوكيلات والمصنعين في مصر بيمارسوا ممارسات احتكارية يعني حاجة يعني صعبة. عشان قريب كمان من الموضوع ده باعتبار ان انا يعني اخويا عنده بيشتغل في المجال ده، فانا عارف اللي بيحصل في هذا المجال، وعارف قد ايه في ممارسات احتكارية قوية جدا ومحتاجة بالفعل ان الدولة تتدخل ويكون في وقفة لهذا الامر يعني. جميل.